أنا نجوت بإيجابيتي. أنا اسمي لجين، عمري 17 سنة، من سوريا، أجيت على الأردن 2012. تعرضت للعنف وقت كنت صغيرة. أول ما أجيت على الأردن كنت بطيئة بالكتابة، كان بالمدرسة كنت بطيئة بالكتابة، فأجت المس هكت يعني كلهم كانوا مخلصين طالبات وأنا ما كنت مخلصة، فأجت المس ضربتني طفلة كانت وزرعت فيني شيء مو منيح. عائلتي وقفت معي، أعطوني أفكار إيجابية، حكولي أشياء منيحة، تقربت من ربنا، حكولي أشياء إيجابية كتير يعني كتير. وأنا كمان وعيت وكبرت وحطيت ببالي أفكار حلوة إيجابية وما خلت حدا سلبي أثر بحياتي. قررت بهاي الطاقة الإيجابية اللي عندي استثمرها بشي منيح إلي وتقويني. فأنا عم قرر هذا الشيء إجت كورونا وإجت دوام أونلاين وتسكرت كل الطرق، وكنت كتير بحس بملل بالأونلاين، حسيت إنه يعني لازم أسوي شيء غير يعني أكثر الملل اللي كان عندي إياه. وبالصدفة رن علي إيجا جاسمين مشروع أنا نجوت، شرحوا لي عنه، حسيت في عندي أمل وفرصة جديدة. تجربتي مع أنا نجوت كنت كتير متحمسة، كنت أعمل معهم كل شيء بيحكوا لي إياه كنت أسويه بالضبط، كنت طبق معهم وقت كانوا يعملونا دورات. بعدين قدرت نظم وقتي بين الدراسة والدورات اللي كانوا يعطونا إياهم، وكمان تعلمت كيف أقدر أسوق المنتج، كيف أروج له، كيف أحسب، كيف لازم بيعه. بمشروع أنا نجوت بعد ما خلصنا الدورات طلعت أنا من الفائزين، وما تركوني، عطوني أولويات أني أقدر يعني أعمل منتج ويبيعوا لي إياه. وأنا فخورة أنه راح ينباع منتجي للناس اللي بالأردن واللي برا الأردن.